دير الزور، دير الزور، مكتب إعلامي دير الزور. الله مولانا لا مولى لهم. أحد الأطفال الذين فقدوا عائلتهم في القصف العشوائي على مدينة دير الزور وحي الجبيلة، الطفلة قمر هربت من حمص بابا عمر من القصف لتتفاجأ بقصف آخر في مدينة دير الزور حي الجبيلة، ففقدت عائلتها ولم يبقى من العائلة إلا هي. حسبنا الله ونعم الوكيل. شو اسمك عمو؟ حدث. عاشت الأسامي يا قمر. هذه الطفلة، انظروا إلى هذه البراءة. أها هم الإرهابيين، حسبي الله ونعم الوكيل. أصيبت هذه الطفلة بشظايا في رأسها، ولكن لله الحمد تمت معالجتها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.